حاسه في الحقيقه ناس او بعض الاقاويل اللي بتتحدث عن الغاء الدوري. النهارده دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كان بيقول ان عوده النشاط الرياضي في مصر امر طبيعي بعد اتخاذ كل الاجراءات الطبيه وتوزيعها على الانديه والتشديد على ضرورة الالتزام بيها. كان في تصريحات الحقيقة مهمة جدا لوزير الشباب والرياضة، اللي منها كمان يعني الحقيقة كان في اندهاش منه من مطالب البعض بإلغاء مسابقة الدوري المصري، وتساءل لو تم إلغاء الموسم الحالي بسبب كورونا، طيب امتى هيقام الموسم الجديد؟ وهل الموسم اللي جاي لو انطلق في سبتمبر هيقام بدون كورونا؟ الوزير كمان كان بيتكلم عن انه الحالات الإيجابية اللي ظهرت مؤخرا في الأندية مشكلة بتتحملها هذه الأندية اللي ما التزمتش بالتعليمات أو الإجراءات الطبية. أيضا قال أنه أو لفت النظر إلى أنه مش ممكن يتم إلغاء الدوري بسبب ظهور حالات في أي نادي أو اتنين، خاصة أنه باقي الأندية خلاص ملتزمة بالإجراءات الوقائية ومفيش أي حالات. ورفض أيضا أنه يعني أو رفض فكرة أنه يتلغي الدوري بسبب الحالات الأخيرة اللي ظهرت في نادي أو اتنين في الدوري. لا صحيح. يعني عايز أقول لك أنه أسبانيا وإيطاليا كان فيها الناس مرمية على الأرض وعلى الرصيف، ومع ذلك أسبانيا حققت البطولة، صح، بطولة الدوري عندهم ويوفنتوس في إيطاليا. هو الموضوع طبعا وانت النهاردة لسه انت النهاردة لسه بتتكلم عن ان انت تلغي الدوري. يعني هي مسؤولية، طبعا مسؤولية الدولة، والدولة كانت قايمة بمسؤولية كبيرة جدا جدا وبتحمل مسؤوليتها. لكن في الفترة الأخيرة وزي ما قال الدكتور أشرف ان خلاص الاتحاد الكورة ولجنة الشباب ووزارة الصحة بتقوم بدورها على أعلى مستوى من خلال المساحات اللي بتتقدم للأندية، من خلال الإجراءات الاحترازية اللي قبل المباراة وأثناء المباراة وبعد المباراة. فلو ظهرت حالات كورونا في بعض الانديه، دي مسؤوليه الانديه فعلا، ومسؤوليه مجالس ادارتها، مسؤوليه اللاعبين. امبارح يوفى عقبه فريق من الفرق، صح، وخسرتهم ثلاثه بسبب ان اكتشفوا تقريبا حاله او اثنين عندهم. فدي مش مشكله، يعني مجمل بقى تصريحات دكتور اشرف صبحي ان دي مش مشكله الـ يعني مش مشكله حد، دي بترجع الى مسؤوليه النادي.